استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا، ورحب سموه بوزير الخارجية المصري وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة. وتم خلال لقاء الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية والجهود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة في ليبيا وسوريا واليمن والموقف العربي إزاء التحديات التي تواجه المنطقة وأهمية التنسيق والتعاون والتضامن العربي في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.